جائحة وسط منظمة الصحة العالمية إنه استخدام الكمامة يكون محصور فقط على مقدمين الخدمات الطبية وعلى المرضى والمخالطين ليهم، ولكن بالنسبة لاستخدامها على العموم ولكل الناس فكان في الحقيقة قلق من إنه استخدامها لكل الناس ممكن يزود الإصابات نتيجة سوء الاستخدام أو عدم القدرة على الاستخدام السليم. ولكن تغيرت المفاهيم حاليا لأنه لقوا إنه في قصص نجاح موجودة في دول شرق آسيا، الصين وسنغافورة وكوريا مثلا، اللي استطاعوا من خلال استخدام الكمامة بشكل معمم وكل المواطنين بيستخدموها إنهم فعلا يوصلوا إلى انحسار لتفشي الوباء وتقليل الأعداد. وده فعلا خلى منظمة الصحة العالمية تعيد النظر مرة تانية، وكمان بلاد كتير يعني في كندا وانجلترا وفي امريكا وفي ايطاليا وفي اسبانيا اتعملت دراسات على اهميه استخدام الكمامه لكل المواطنين، ولقوا انه فعلا اذا تم استخدام كمامه بنسبه حمايه حتى لو كانت قليله لكن مجموعه كبيره من المواطنين بيستخدموها، ده ممكن يقلل انحسار يقلل تفشي الوباء ويؤدي الى انحسار الوباء. ده يعني مثلا إذا كان معدل الإصابة 2.5 إلى 3 ممكن يقل إلى أقل من 1. أنا عايز أقول بس في موضوع معدل الإصابة ده أو معدل الانتشار إنه إذا كان في 10 أشخاص موجودين وكان معدل الإصابة أو معدل الانتشار 2.5 إلى 3 يبقى معنى كده إنه هؤلاء العشر أشخاص ممكن ينشروا المرض ل 25-30 واحد. أما إذا نزل معدل الانتشار لأقل من 1 فده معناه إنه هؤلاء العشرة مش هينقلوا المرض لعشر أشخاص بل لأقل من كده، وده ممكن فعلا يساهم لحد كبير في تقليل الوباء وانتشاره. نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، والحقيقة بنتكلم على إنجازات الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية. مش هنقدر أبدا نغفل إنجازاتها في المجال الصحي، شفنا الكثير من الحملات الهامة جدا واللي اهتمت بصحة السادة المواطنين زي حملة 100 مليون صحة فيروس سي وتقديم العلاج لمصابي فيروس سي، كان في أيضا الحملات الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والحملات الأخرى الخاصة بالكشف على الأطفال ومرض التقزم عند الأطفال وأيضا التغذية السليمة. والنهاردة بنتكلم على مجهودات الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا أو كوفيد-19. بيسعدنا النهاردة ان احنا يكون معنا الدكتور محمد النادري، استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة الازهر، والحقيقة ان هو احد افراد الاطقم الطبية اللي اصيب بفيروس كورونا، والحمد لله رب العالمين ربنا من عليه بالشفاء. النهاردة هيكون معنا نتكلم على مجهودات الدولة المصرية في مجال الصحة وايضا تجربته مع فيروس كورونا. اهلا بحضرتك يا دكتور، والف سلام على حضرتك، ويعني الله يخليك، اهلا بيك معانا في مصر. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه، وبالتاكيد يعني حضرتك شاهد عيان زي ما بنقول وفي كل المجالات بقى، سواء من خلال تقديم الخدمه الطبيه والرعايه لمريض كورونا فيروس او من خلال كمان التجربه اللي حضرتك مريت بيها. خلينا نطمن الاول، ازاي حضرتك اكتشفت الاصابه بفيروس كورونا والخطوات اللي تم اتباعها في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو من البدايه احنا من بدايه الجائحه واحنا كاطباء يعني ابتدينا نلبس اللي احنا بنسميه اليونيفورم بتاعنا اللي هو البي بي اي اللي هو اللي حضرتك بتشوفيه في الميديا، ولكن يعني التعرض للإصابة إحنا كأطباء بيبقى أكتر بكتير من العاديين، الناس العاديين. اكتشفت كنا في أول رمضان وكان مع بداية الصيام، واكتشفت إن في إعياء، شوية إعياء وخمول في الجسم وكده، فيعني قلت يمكن السبب الصيام وكده، تغيير أوقات النوم، القهوة والشاي والحاجات دي، ما كانش عندي أي أعراض تانية. بعد يومين ثلاثة لقيت فيه الحرارة بتعلى. بدأت الحرارة بتعلى، واحنا دايما بنقول ان الحرارة هي اساس المؤشر. هي المؤشر. يعني ناس كتير تتصل تقول دلوقتي ده انا نفسي، ده انا حاسس ان انا نفسي، قال انا مش عارف اخد نفسي مكتوم، طبعا القلق والتوتر بيعمل الكلام ده.
يخلي الواحد مش عارف يجيب نفس عميق، يخلي الواحد مش عارف ياخد نفس مرتاح. لكن الاساس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكوفيد 19 او الكورونا درجه الحراره. لقيت الحراره بتاعي على 38.5 39، فابتديت اخد مضاد حيوي، قلت يعني دور برد، ما حبيتش ان انا ايه اقلق نفسي زي ما اي حد. خدت مضاد حيوي يومين ثلاثه، لقيت الرابع الموضوع طول، ولقيت نفسي ابتدى يبقى فيه مشكله. الموضوع يعني بعد المضاد الحيوي مفيش تحسن. مفيش تحسن. كنا في رابع يوم او خامس، خلاص ابتديت اعزل نفسي تماما، ولقيت نفسي بقى ابتدى مش عارف اجيب نفس كويس. بالفعل مش حاجه بتهيألي او انا يعني بوهم نفسي، لا، مش عارف اجيب جمله طويله في الكلام، مش عارف اخد نفس عميق، مش عارف بقى امشي ابتدي انهج. ودي اعراض نخلي بالي منها برضو قوي يعني، غير ان انا دكتور معلش علشان ده سؤال يعني بيهم كتير جدا من الساده المشاهدين، درجه الحراره بتستجيب للمخفضات ولا لا تستجيب للمخفضات؟ تستجيب للمخفضات، تنزل بس بتعلى تاني. بتعلى تاني؟ بتعلى تاني. حضرتك لو اي مخفض للحراره هينزل الحراره، ممكن ينزلها 37 واقل من 37، بس ترجع تعلى تاني خلال 6 7 ساعات هتعلى الحراره تاني. فبدأت نفسي لما حصل لقيت نفسي بيتأثر، قلت لا انا هبتدي على طول اعمل فحوصات اللي بيها اعرف الدنيا اخبارها ايه. عملت بقى فحوصات فايقنت على طول، لان ده يعتبر شغلي يعني، فايقنت على طول ان انا مصاب بالكورونا. على طول توجهت للمستشفى وقلت ان انا حضرتك عملت عزل منزلي ولا من بدايه حسيت ان انا لا انا كنت في المستشفى، انا قعدت انا كان عندي التهاب رئوي من النوع الشديد يعني شديد. فبنقسم الالتهاب الرئوي بسيط ومتوسط شديد، انا كان عندي التهاب رئوي النوع الشديد. امتى اقلق واقول لا الموضوع يستدعي ان انا اروح المستشفى؟ لان في الفتره الحاليه الحقيقه يعني تغيرات المناخ وده بيصيب كتير، وخصوصا اللي عندهم حساسيه في الصدر بيتاثروا بشكل كبير. امتى نقول ده مؤشر خطر توجهوا للمستشفى علشان الموضوع ما يزيدش او الامور ما تتضاعفش؟ دايما احنا بنقول دايما في المصاب بالكورونا 90% او اكتر من 90% من مصاب الكورونا مش هيحتاجوا مستشفى. هيبقى برضه دور عادي، حراره عاديه، الامور هتمشي ببساطه، ممكن يبقى في شويه كحه بساط، ممكن يبقى في شويه احياء، البرد صوره البرد العاديه 90% او اكتر من 90% ما يقرب من 95% ممكن ما يحتاجش المستشفى. عشان كده بقول ان احنا لما نلاقي ان حد بيقول في مؤشر او في كورونا مش عايزين يبقى في هلع او الامور يعني تبقى والحقيقه هو ده اللي اتصدر لنا من وسائل الاعلام العالميه انه نسب الوفيات عاليه جدا، فالناس بقت تخاف بشكل في لا في, في في ناس معينه. فاحنا بنقول ان اكتر من 90% هيتم عزله في البيت، وهيبتاخد ياخد العلاج بتاعه، الحاجات مخفضات الحراره والحاجات اللي هيتاخدها هياخدها في البيت حسب الشقه بتاعته هياخد. احنا في الكورونا بنعالج علاج اعراض، لان ده فيروس مفيش علاج مباشر للفيروس الا في وضع معين او في ناس معينين. فمعظم الناس هيحتاجوا هينزلوا نفسهم في البيت، والعزل البيت ده هيحتاج طبعا ان احنا نهتم قوي بالنظافه، نهتم قوي بلبس الكمامه للمصاب وللمخالطين. فده الامور العاديه اكتر من زمان 90% مش هيحتاج المستشفى. طيب مين اللي هيحتاج المستشفى؟ اللي هيحتاج المستشفى اللي هيبتدي يشعر فعلا ان عنده ضيق نفس، انا مش عارف اجيب نفس، انا مش عارف اتكلم جمله طويله، انا الحراره ما بتنزلش باستمرار، انا الاكسجين بتاعي، وفي اجهزه بتقيس الاكسجين في الدم دلوقتي، الاجهزه بسيطه جدا ديجيتال بتقيس الاكسجين في الدم، اقل من 90 لا انا هنا لازم اتوجه للمستشفى. فده المريض اللي فعلا ممكن الامور تتفاقم معاه، وزي ما قلنا كده دول نسبه بسيطه لا تتكاد تتعدى ال 5 6% من المصابين. معلش يا دكتور برضو يعني لان ساعات كتيره قوي ايه بقينا نسمعها من حتى القلق والتوتر النفسي، انا مش قادره اخد نفسي، انا حاسه ان في تعب شويه بدون درجه حراره. هل ده بقى هنا في اختلاف ولا لا طالما ده هو ده المؤشر الرئيسي موضوع ضيق النفس ده؟ وخاصة عايزة اضيف على كلامنا نجلاء ان فيديوهات كتير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عندك حرارة كورونا، عندك اسهال كورونا، عندك يعني كل حاجة منفردة، عندك كحة كورونا، عندك برد كورونا، عندك كلهم مجتمعين كورونا. فيعني الناس كلها بقى عندها قلق رهيب. تمام. هو احنا طالما احنا بنتعامل مع جائحه، هذه الجائحه لازم ان احنا نتعامل معاها بمنتهى الجديه. ففعلا اي مريض يشعر فعلا ان هو فعلا حرارته عاليه هتعامل معاها على اساس انها كورونا، اعزل نفسي. حاله كورونا ممكن تيجي من غير حراره؟ ممكن تيجي من غير ما يشعرش المريض بالحراره، ممكن ما يشعرش المريض بالحراره. يعني ايه؟ يعني ممكن الحراره تبقى مثلا 38، انا ما اشعرش بان انا عندي حراره، اشعر ان عندي شويه صداع وحاسس. يعني لو انا بقيس درجه حرارتي يوميا كنوع من انواع الاجراءات الاحترازيه اطمن على نفسي ولقيتها عاليه، ده كورونا ده مؤشر. لا معلش يا دكتور فضل. عشان دي علامه فارقه في حياه الكثيرين، حياتنا احنا لينا الموضوع نفس ده، وحاسه بجسمي مهمد، يعني مش يعني اي مواطن يعني تعبان حاسس ان جسمه مهمد و
بسبب مثلا الحر الشديد او ارتفاع درجات الحراره مش عارف ياخد نفسه كويس، لكن مفيش درجه حراره. تمام، هو سؤال كويس جدا. هو احنا لا طبعا، هو احنا بنقول ان انا لما جاتلي الاصابه انا ما شعرتش اول يومين ثلاثه بالحراره، يعني كان كل اللي كان عندي اعياء، يعني حاسس ان انا مش مظبوط، يعني جسمي حاسس بشويه اجهاد، شويه اعياء، الم في العظم، الكلام ده يعني ممكن انا اتجاوز مرحله الحراره، يعني ممكن ما يبقاش في حراره فعلا. وبعدك ده فيروس له صور متنوعه، ممكن يبقى فيه عرض تاني غير الحراره، اعياء، شهيه، فقدان حاسه الشم، فقدان حاسه التذوق، دي كلها مؤشرات. مش هعتمد الحراره، لكن اقول ان احنا اكتر من 95% من المصابين بكورونا لا هيحسوا بالحراره، يعني الاكثر الناس هيحسوا بالحراره ودي المؤشر الاساسي، لكن نسبه بسيطه جدا اللي ممكن يتجاوز عرض الحراره، مش هتبقى هي المؤشر الاساسي للتعب. وبالتالي اي اعياء، شعور بالنفس، ان احنا عارف نقول النفس، واحنا قلنا النفس ده ممكن يبقى حق نفسي، احنا التوتر وقلق عند بعض الناس حاسس انه مش عارف، لكن انا طالما بمشي ما فيش نهجان، طالما انا يعني بتكلم كويس وما فيش اي مشاكل، طالما ما فيش عندي الم في الصدر او تقل في الصدر، خلاص القصه يعني التوتر مش عايزين هو يخلينا نحس باعراض تخلينا نلجا فعلا ان احنا نقول ان احنا مصابين. لا، الحقيقه العامل النفسي مهم جدا، لان للاسف الشديد زي ما حضرتك تفضلت وقلت التوتر والقلق ممكن يديني احساس لا انا تعبانه خلاص انا كده طريحه الفراش لان انا عندي مشكله ما. حضرتك كمان اعتقد ان الاجراءات اللي قامت بيها وزاره الصحه بشكل كبير جدا من خلال الاجراءات الاحترازيه وتوفير العلاج والدواء للمواطن المصري ده شيء مهم. حضرتك بتشعر بيه ازاي، وتقييمك للخدمه الطبيه المقدمه لمريض كورونا فيروس؟ هو يعني انا مش عايز اقول ان انا ابقى متحيز لو قلت ان انا يعني انا مريض بتجربه. وكنت مريض، ما كنتش بقى بمارس دور الطبيب، يعني كنت مريض وموجود في المستشفى. الحقيقه الدور اللي بتقوم بيه المستشفيات دور يعني يفوق الوصف والله. لو احنا قلنا في بعض التقصير ما فيش شيء كامل، احنا في جائحه والعالم بيعاني. يعني والمنظومه الحمد لله موجوده والسيستم موجود، لكن زياده عدد الحالات هيكون فعلا في بعض التقصير في بعض الحالات، لكن الجهود اللي موجوده في مستشفيات العزل والجهود اللي بتقوم بيها وزاره الصحه احنا يعني مشكوره الحقيقه جدا والله. بلا تحيز، بلا تحيز والله، اللي احنا كنا بنتكلم عنها فضل في بدايه جائحه كورونا، ان الواحد يحافظ على نفسه وياخد الاجراءات الاحترازيه علشان ما نضغطش على المستشفيات بعدد المرضى اللي يكونوا بيتوجهوا بالزبط اليها. بالظبط، ما احنا قلنا مين اللي هيتعزل يعني في البيت، حذرنا اكتر من مره. بالظبط، احنا نحذر وبس، للاسف ما زلنا احنا بنقول ان احنا بنتعامل مع جائحه، بس سلوك المواطنين ما زال مش قادر الجائحه اللي موجوده. دلوقتي احنا وانا جاي شايف برضو واحد لابس كمامه وكتير مش لابسين كمامه، بان الدراسات قالت ان الكمامه فعلا بتقلل طبعا عدد الاصابه، يعني بتقلل عدد الاصابه، والدول اللي انحصر فيها المرض بنشوف الناس مهتميه ولابسه الكمامه، فده بيؤدي الى انحسار المرض. الحقيقه لا زالت بعض السلوكيات الغريبه اللي بنشوفها في الشارع المصري، وخلينا نقول ان ما بقاش وقته. الموضوع يعني محتاج وعي شديد جدا وثقافة، سواء حتى في الاحتفال بالزواج احنا بقينا نشوف حاجات غريبة في الفترة الحالية. يا جماعة الموضوع مش تهريج، والموضوع بجد محتاج توعية وثقافة. النصيحة اللي حضرتك ممكن تقدمها دلوقتي للمواطن المصري بشكل عام حتى لا يصاب بكورونا فيروس، وحتى لا يستهين بالموضوع، لان ممكن ده يعرضه بشكل كبير للخطر. هي احنا يعني الميديا الحقيقة بتوجه نصايح يعني على مدى ال 24 ساعه، المهم نعمل بيها بلا يعني، والناس كلها بقت فاهمه ازاي تقي نفسها. الاماكن المزدحمه، نقول دايما الاماكن المزدحمه نتجنب التواجد في الاماكن المزدحمه. طيب انا مضطر ان انا مش هقدر شغلي في مشوار مهم، انا لازم انزل، يبقى انا على الاقل هرتدي الكمامه بالشكل الصحيح، ان انا ارتدي الكمامه لغايه من اعلى الانف الى اسفل الدقن، مربوطه كويس، مش حاططها منظر او انا خايف، لا انا رابط الكمامه كويس، حاول اتجنب ان انا اجيب ايدي عند وشي او استعمل ان انا ابقى لابس لبس الجوانتي، هنخليه الاطقم الطبيه وفي المستشفيات. لا ننصح ابدا بلبس جوانتي في الاماكن العامه، لان انا هتعامل مع فلوس، هتعامل مع موبايل، هتعامل مع شنطه يد بالنسبه للسيدات بالجوانتي، فالجوانتي هيبقى مصدر عدوى لو انا رجعت البيت وما خدتش بالي انا عملت بيه ايه. فهنخلي الجوانتيات للاطقم الطبيه، ان احنا هنهتم بالكمامه ونلبسها، ونلزمنا نلبسها بالشكل السليم، غسيل الايد باستمرار، يعني ان احنا نغسل ايدينا لو امكن نص، كل نص ساعه، الناس اللي في البنوك، الناس اللي بتتعامل مع الناس، الناس اللي في اماكن التجمعات، الموظفين اللي في الحكومه، هيبقى غسل الايدين باستمرار كل نص ساعه. اللي يشعر باي اعراض، الاعراض اللي احنا قلنا عليها، الحراره، الاعياء، الشعور بالبرد، نتعامل مع الوضع وكانه كورونا، حازم نفسي وانت لغايه ما اشوف الوضع
هيرسى على ايه؟ انا والناس اللي موجودين والمخلطين. وما تاخرش في ان انا اخد العلاج، لانه متاخرش في ان انا جدا استشير بالظبط. بتشعر بالاعراض ويهملوا او يتباطؤوا او يبقوا مصرين ان هم ياخدوا المسحه، في حين انه لو اخد الدواء بدري يومين ممكن تقيه بشكل كبير. بالظبط، وما ناخدش الادويه المشعه. يا يعني بشوف ان انا ناس مصوره على الفيسبوك وكله بيصور ده وشاية. كل الواتساب دلوقتي على طول ان احنا بنعالج فيروس ده كورونا. فكره انا عايز اضيف يعني قانون بيجرم اللي يعني غير الطبيب اللي يوصف ادويه. لا حضرتك اكيد بتشوف اللي بيتعمل. ما انا فاهمه يعني، بس يعني بتلاقي يعني ما احنا وانا ايش عرفني ده دكتور ولا مش دكتور، هو بروتوكول علاج نازل وخلاص. المشوره الطبيه تؤخذ من طبيب. هقول اللي يشرب بأعراض يتصل بطبيب. وعلى فكرة وزارة الصحة منزلة على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية الخاصة بيها بروتوكول العلاج بشكل مفصل جدا، وأعتقد إن ده مصدر الأمان إن طبعا. أنا أروح للمصدر اللي عندي ثقة فيه وعندي نوع من المصداقية بالنسبة له، مش أي حاجة تجيلنا ومش أي حاجة نسمعها أو نشوفها نعتبرها حقيقة مؤكدة. لا، أعتقد أن كل واحد من باب أولى أنه يدخل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة يشوف بروتوكول العلاج الخاص بكورونا فيروس لو لا قدر الله شعر بأي عرض من أعراض الإصابة في البداية، لأن ده هيقيه من أن الأمور تتفاقم أو أنها تزيد عنه. ربنا يقينا جميعا شر كورونا فيروس. الحمد لله على سلامة حضرتك ومزيد من الخدمات الطبية للمواطن المصري. ربنا يعينكم، وكل الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض، أطباء ممرضين فنيين بيقدموا خدمة لصالح المجتمع. ألف شكر لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. نشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة. إن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جدا.